السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون خفيف ظريف على القلوب ديالكم. انا اخوتي راسي كيحرقني بالكثره باني تلفت مشيت نشد راسي شديت عنقي الرخاي نفسي مع هاد الايامات مع هاد الدعم تبارك الله اللي كنلقاه به. قلت نشد راسي بدا كيحرقني قلت نشد وانا نسى راسي وشديت عنقي. شحال من مره كنساو كنحطوا الحاجه كنبقاو نقلبو عليها كنساو فين حطيناها اولا كتكون في يدانا وكنساو. مرة كيجينا العطش كنقول يلاه باش نعمر الماما مرة بيني نديو الكاس وكنساو شنو خصنا. هادي هي تأخر نوش كينسى نسى وقال ما أزيدكم في الغوطه نص لام يوم. هو ما بغاش يزيد عندنا دفعة واحدة 10 دراهم في العام، يعني أجيبها مع انتهاء ديال المدة الانتخابية ديالو 5 سنين هي هذه. وعارف راسو ما زايدش معانا داكشي علاش قال المهم نمشي من برلمان تنخلي لكم البلايصة هي هذيك، خلي كل شيء مقاد كل شيء مصغر ضري علينا بدا معانا. أول مرة قلنا السلام عليكم حنا ثقنا حنا نية والنية ديالنا خوتي كتخلصوا عليها. بدا الأول قال لك الدعم سيدي ديال السكن تيقنا ما خرجوا لا مرسوم لا والو كنساينو المرسوم باقي ما خرجش. قلنا الحمد لله 10 المليون 7 المليون باش نوليو بخير وعلى خير كلشي على مال الدار ديالو. حتى واحد معايا يبقى كاري حتى واحد معايا يبقى براكه غنوليو مغرب واحد اخر. حنا ماشيين على القدام دوزنا واحد الايامات لقينا الحوامش شو كيتشكاو. قال لك واحد اليهودي كان ساكن هنا ومشى. عاوتاني دابا تفكر بلاد وجا لقى مغاربة سكنو بناو العمارات بناو الديور وبقى فيه الحال. شاف الديور جا طلل لقى الديور طالعين العمارات 15 16 قال لي كيفاش رجعني بلادي. هذا هو الأصل، الناس مساكين كيخرجوا ويغوتوا. قلنا ايوا شي معطى الله تيتبتو البراءة ديالهم ويتبتو بأن ذاك الدار اللي بناوها راه ديك الأرض ديالهم، دابا ما خصهم يتبتو على الأرض، أما الزينة راه ديالهم. هما كيقولو لنا واحد الدعم فرحنا به. قال لك أسيدي غيخلصو الوليدات اللي خلقو 200 درهم 2024، 2025 250 درهم، 2026 300 درهم. قلنا الحمد لله ولله الحمد. كنت مقابل يماك أقل حد ديال الزيادة ديال الدعم هي 500 درهم، الحمد لله قدر تجيك 700 درهم قدر 1000 درهم. المهم انت وزهرة كنتي شي مرضى ولا شي حاجة وين فرحنا احنا عنية اللي جات حكى علينا. هذا هو المشكل. كمل الهضرة قال لك سيدي حقا ما حقا عرفوا الدعم نبداو البوطة وليونا الفاخر الجمال نزيدكم 10 دراهم في العام. مشى نطحين قال لك عايزين نتا هو. مشى السكر قال لك عايزين نتا هو. مشى اتاي قال لك تا هو. وهادو كل مواد اساسيه واوليه في المنازل، ما كاينش من منزل مغربي تدخل وما تلقاش فيه السكر والزيت والطحين. ايوا دابا حنا خصنا نبقاو نعملو السكر في دانا وقلا وهذاك اتاي غزال ابقاو نطيبو اتاي غير بالشمان صافي اللي مدمن على اتاي يشد حفنه ويقرب. وهذاك الكاس الحمد لله ولله الحمد يساري مع اتاي طحين باش ناكلو الخبز. ايوا من الخبز اليوم في المخبزه 3 دراهم 2 دراهم 50 على حساب الموقع. المخبزه كتبيع لك الخبز على حساب الموقع حتى كرواسه حتى هي على حساب الموقع. منطقه شعبيه درهم 1.50 صغيره، منطقه شويه يعني حضاريه 3 دراهم 2.50 على حسب، والصغيره ولا كبيره كاينه حتى 5 دراهم انت وجيبك. ايوا خاي ملي غادي لنا بداك الشيء هذاك في الزيت والطحين والسكر شكون مشي جلس في القهوه. الناس ولاو مدمنين على القهوه. ملي ركز القهوه اليوم ب 10 درهم ملي غادي تزيدو نتوما شحال عاد نسيت. قال لك حتى البنكة زادت الثمن كارت كيشي. كارت كيشي كنا بشي 200 قريبة 200 درهم على حسب النوع ديال كارت كيشي. قال لك دابا اخوتي ولات 500 درهم وشي حاجة.
نص الخلصة، يبقى الخلصة عمقها نفكره، النص كيد ديال الكريدي، النص الكرام، عندك نص لي باقي كنقسموه مع مول الدار الكرام والموظف. دابا تا كنقيشي شو بقاو نهزو للهم. إوا دابا حنا غنطبقو واحد المبدأ أخوتي، قالك هذا واحد السيد كان كيتخلص 2500 درهم، سولو شي واحد قالو شحال كاري، قالو 2000 درهم، قالو اش كناكل، قالو كناكل مول الدار. دابا غيكثروا الدعاوي في المحكمة بين الكاري وبين مول الدار، لأن الإنسان اللي غيبقى يشد الفلوس ويشوفها مايدا في يدو ومشي عند الخنطار يشري بيهم كاملين ويجي، إذا اش غياكل؟ ملي غيشد الفلوس ويمشي يعطيهم من مول الدار ويبقى بلا فلوس، إذا اش غيعمل؟ إذا حنا كنخدمو عليها يا أخوتي، ملي ما نجمعو شي فلوس نمشيو نسافرو ندوزو العطلة في أوتيل 5 إطوال، عندنا 5 نجمات، نجلسو ناكلو سباكيتي بالفرشيطة والبطاطا تاهي بالفرشيطة والموس. إيوا هادي ماشي الحياة، علاش غنخدمو حنايا؟ ملي ما نركبوش حنا الطوموبيلات كيفاش زعمك؟ كما انا وزير التربيه الوطنيه، يا ويلي غادي دايدي، يا ويلي غادي لمحيني، قال لك في التصحيح ديال ورقه الامتحان باش نحسنوا الدخل ديالنا، باش نحسنوا المدرسه، وبلا زي زوار، بلا كلشي كما كيقولوا عندنا. اما الدخل راه ماشي الى الحاضر، دابا حنا قربنا نهبطوا لتحت شويه باش نبقاو نخرجوا نقولوا لله صدقه لله، الله يرحم الوالدين، راه انا ما لقيت بيت نكمل هذا الشهر، راه ولادي ما عندهم ما ياكلو والبطاطا سالات. ايوا المهم اخوتي غير قبلوا عليا وصافي، انا علي هارب دابا عرفت الناس علاش كلشي مشى للفن مشى للغناء، علي ملي كيشوفوا فاطمه شخصيا والزرقاء الاف كتشير عليها وماشي كلشي يبغي يقول لي مشي للغناء يغني، ماشي مشي للغناء يغني لان فيه الفلوس. وظيفة ما فيهاش الفلوس غير مظلومي، غير دينا الشنعة وصافي. صراحة المعاناة والله يدير المعاناة في هاد الحياة. فكر الغاشة طحي دابا بني بقى 10 كيلو 50 درهم، بني تولي 10 كيلو 100 درهم، ودي 20 كيلو 25 كيلو 200 درهم. ايوا الريجيم بعينو هدايا، هذا ماشي غير الريجيم، هذا راه خصنا نبقاو نعملو في الريجيم في الريجيم في الريجيم، تنزيدو نضعفو كتر تما مبقاوش نبانو للناس، لان سبحان الله العظيم الاكل يعمل الاضراب علينا. البطاطا عاد قلنا ما بقاوش تشريوني يا خوتي. حاشا واش انا نتباع، واش انا نتوزن بالكيلو، انا حشومة عليكم، انا راه بطاطا ومن لا يعرفوني، اما مطيشة غتقول لكم هاي هاي على شلاضة، فايدك يا شلاضة شلاض مطيشة مع البصلة كولا، اما داك اللي كانوا كيهزوا القوقة وياكلوا يغسلوا ياكلوا راه ما بقاتش عنزول اخوتي، لان داكشي فهمتو كل حاجه عندها الاهميه ديالها وعندها القيمه ديالها، كلشي طلع في القيمه الحمد لله، الا البشر هبطت في القيمه ديالو. واش غنقول لكم اخوتي من هنا امنوا التخطيط المسبق. لان ما جي شي وقت صعيب، لو حنا كنا كاتبين الزيادات مع هاد القانون المالي الجديد ديال 2024 الحمد لله كاين الزيادات وفيرة، ولكن في الأسعار، في الأسعار يا خوتي إذا شفتو ديك الزيادات اللي غليظ مشي يضعف، ولا ضعاف مشي يزيد يضعف، مبقاش يبان ديك اللي غليظ غيبقى يفكر تسحبي الفلوس، هما غيبقاو يفكروا إن شاء الله، لأن غيزيدو في الضريبة، لأن مالي الفلوس زيد معاه في الضريبة ويضعفوا الماكلة ماشي مشكل، اللي جات كياكلو، ولكن في الضريبة غيبقاو يفكروا داك المقاولين نتوما تغليو علينا، ولكن الضريبه يا خوتي قهرتونا بالنوار وقهرتونا بالعشوائي، كتدخل كتشعل الروبيني كيبقى في يدك، الفريز كيطيح، الزليش كيطيح، او مالكم حنا ما نبقاوش نشرو الديور، ما نبقاو كاريين ومول الدار ناكلوه، المهم نمشيو نداو صافي، يعني كما عادي حنا خوت، حنا خوت مسالمين مع بعضياتنا، في الاخر المسامح كريم. ايوا واش غنعملو، هذه هي الدنيا وهادشي ما عطا الله، عينا صابرين للصبر حدود كما كيقولوا. للصبر حدود. ايوا واش بغيت نغني نقول لكم شي اغنيه، اختكم ما كتحفظش الاغاني، اختكم بالليا ما كتحفظش الاغاني، هي اسمها نحفظ
كنت حافظة شحال هادي التاريخ والجغرافيا، حفظتهم والتربية الوطنية وتنساونا، لأن ذاك الوقت كانوا دروس اليوم دروس، ما بقيتش نحفظ. قلت كثروا المغنيين كثروا الأغاني، يوم أنا ما عارفاش راني عاد نحتاجم في آخر أيامي، عاد نحتاجم نوض نغني ونحزم ونعول على كتافي ونلبس أخوتي تاني الشهرات الذهب في يدي وخا ضعافين يدي، والخواتم والسنات الهابطين وعارضين هدايا، شنو نعملو؟ الغنى اللي فيه الفلوس، نوض نغنيو ونرجع لله، ورجع في الله هو كيقولو حرام. ولكن بزاف الحوايج حرام، حتى الغلا راه حرام، الغلا راه حرام، الحقرة راه حرام، السرقة راه حرام، ودابا عاد كثر مع هذا الغلاء، كل شيء حرام. اللي حلال هي يعني نمشي للجامع وتصلي، لهذا نعتكف في المساجد، نمشي ونجلسو نقيدو تما، ويوم نجيبو شي ماكلة نفقي ناكلو معاه في سبيل الله، المسامح كريم عم رفقي. الرياضة شحال هادي كانوا كيجيبو لك الماكلة مع هاد الغلا ما نعرف. احنا نجيو عندك نجامع نجلسو معاك كيما عطا الله، ندير واحد الوجبة نقصو علينا وجبة، واش الفطور ولا الغدا ولا الكوطي ولا العشاء، المهم هاديك هي أهم حاجة. إيوا فكروا معايا دابا، هذا هو الحل، واش عندنا شي حل آخر؟ إما نمشيو عند رفقي الجامع، وإما نمشيو ميد نقولو الصدقة اللي عطا شي صدقة لله. هذا الجوج، لأن مع هاد الحالة هادي هادشي صعيب أخوتي. إيه واش غنقول لكم، بقيتو فيا وبقى فيا راسي قبل منكم، داكشي علاش قلت أنا من الفيديو، واخا ما كتفاعلوش مع الفيديو ديالي، وقلت نشارك معاكم، لأن مرة مرة كطيح ليا الأفكار في وحدة الليل الزوج، المهم ملي كطيح ليا شي فكرة كنجي نطيحها عليكم. إيوا نتوما الفكرة كيفاش عتجيكم، واش عتجيكم على الكانة أو لا لا. إيوا المهم خليكم، مشيو نعسو ومشي النعاس، دابا الضربة الفايقة بالك ونهاية ليلة، فقولي عقلوا فيهم الجوع وحريرة حريرتا، نقول نطيبوها بلا حمص بلا مطيشة دلقوق، أما هاد اللحوم تهرب داري وقولوا الكلمة ديالنا، أفونسيوها نشريوها في شهر 12 ونشوفوا لها التاريخ 2025 إما 26، والصوكي في الدار باش ملي تجي رمضان نكونو مزولين مطيشة، غير مطيشة دلقوق نغرسوها الشوارع، ما نعملوش التشجير، غنديوها خط خط بطيشة وخط خط البطاطا، هذا يتلقى مع هذا، المهم جميع الخضار تكون موجودة إن شاء الله يا ربي. إيوا هذا جهدي عليكم أخوتي، إيوا نخليكم في أمان الله وحفظه، إيوا تصبحوا على خير وعاونونا الله على الوالدين، راه القضية حامضة هاد الأيامات. إيوا بسلام عليكم.